مهمة جدا التصريحات لتوضيح ما لبس في عقول الناس بعد تصريحات وزير الإعلام بخصوص ما يحدث مع الإعلام في الفترة الأخيرة. أعتقد أنها تصريحات تصب في الاتجاه الصحيح. طيب، بدعوكم للترحيب بالدكتور عادل عبد الجواد، عضو المؤسس لحركة جامعيون من أجل الإصلاح ورئيس نادي هيئة تدريس جامعة القاهرة السابق. أهلا وسهلا بيك. أهلا بك. ومنور محطة مصر. ربنا يخليك. عملت مؤتمر امبارح ونظمتم مسيرة لمجلس الوزراء، وهي مسيرة كانت حاشدة ووقفة احتجاجية. الفعاليات انتهت لإيه يا دكتور عادل؟ هو اسمح لي بس الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، إن احنا نبدأ ونقول احنا ليه عملنا المؤتمر وليه عملنا المسيرة. احنا بعد الثورة كان في طلب رئيسي إن كل القيادات القديمة اللي هي تم تعيينها بواسطة أمن الدولة واللي هي أساءت للمجتمع جميعا، مش كلهم بس يعني على الأقل من 70-80% أساءوا للمجتمع الجامعي بأنهم شطبوا الطلاب، بعضهم دخل البلطجية عشان يضربوا الأساتذة، وده مسجل على القنوات التلفزيونية في جامعة معروفة من الجامعات الكبرى. حولوا الطلاب لمجالس تأديب، رفضوا بعض الطلاب. هؤلاء تربوا في حضن الحزب الوطني وفي حضن أمن الدولة. ففي الفترة الجديدة هؤلاء لا يصلحوا أنه يقودوا العملية التعليمية ولا يقودوا الجامعات. الجامعة هي قاطرة المجتمع. إذا انصلح حال الجامعة هينصلح حال هذا الوطن. فإحنا عايزين مرحلة جديدة يأتي فيها المخلصين من أبناء هذا الوطن بالانتخاب الحر المباشر. وقلنا لهذه القيادات اللي عايز منكم يرشح نفسه يبقى يرشح نفسه على أساس نحن لا نقصي أحد. اللي حصل إن إحنا عملنا كذا ندوة وعملنا كذا مؤتمر وطلبنا منهم ومن الدكتور عمرو عايز السلامة إنهم يقدموا استقالاتهم حتى نتيح الفرصة لعملية انتخابات جديدة. القانون القائم ما فيش فيه انتخابات، وخدنا شوط كبير جدا مع الدكتور عمرو عايز السلامة لحد ما أقنعناه إن يبقى فيه انتخابات. ثم جاء الدكتور معتز خرشل بعد ذلك، ومن تصوراتنا واجتماعاتنا نزل اقتراحين لأعضاء هيئة التدريس صوتوا عليهم. واحد منهم انتخاب مباشر لكل القيادات، أيوة، والتاني فيه مجموعة بتعين هي اللي بتختار بنسبة 84% ولا 83% من أعضاء هيئة التدريس في مجالس الأقسام. قالت هاخد الاختيار الثاني اللي هو الانتخاب الحر المباشر. الانتخاب الحر المباشر لكل القيادات الجامعية. القيادات الجامعية عندنا بتبدأ من مجلس قسم، ثم مجلس كلية على رأسه العميد، مجلس قسم على رأسه رئيس القسم، ثم مجلس جامعة على رأسه رئيس الجامعة. مجلس الجامعة يتكون من عمداء، ومجلس الكلية يتكون من الرؤساء الأقسام. احنا عايزين كل هذه المجموعة تبقى جديدة بالانتخاب. المشكلة اللي حصلة ان في مجموعة من رؤساء الجامعات انتهت مدتهم، خلاص خلصوا مدتهم، فدول عايزين قيادات جديدة، دول هيجي بالانتخاب ما فيهاش مشكلة. في مجموعة تانية هنا بقى ابتدى الخلاف. في مجموعة قالت انا بحترم رأي الناس، بحترم رأي الغالبية، وقدمت سألتها فعلا. وفي مجموعة ثالثة وهم ستة قالوا لا احنا مش ماشيين. ومن ستة رؤساء جماعات. من هؤلاء الستة من أساء للجامعة والأستاذ الجامعي بأنه دخل البلطجية، اعتدوا على بعض الأساتذة المحترمين اللي ليهم كيان في الوسط الجامعي وفي المجتمع المصري بصفة عامة. ده الصدام اللي موجود دلوقتي. يعني المشكلة تتلخص في ستة أسماء الآن. المشكلة تتلخص في ستة أسماء وفي اللي قدموا سألته. من له حق قبول الاستقالة ومن له حق قبول ومن له حق فعل الإقالة هو المجلس العسكري. وليس وزير التعليم العالي. لا، ليس من سلطة وزير التعليم العالي ولا من سلطة رئيس الوزراء. مجلس الوزراء الدكتور عمرو سلامة تقدم لي بمشروع بإعداد مرسوم علشان يقيد ويقر آلية الاختيار، بس للأسف المشروع راح للمجلس العسكري ثم تم رفضه.
ما اترفضش، رجع لمجلس الوزراء. مجلس الوزراء بعد ما كان وافق على بلاش اقول اقاله، اعفاء السادة رؤساء الجامعات، تراجع عن اتفاقه، وهنا ابتدت الازمه تشتد. اذا تعالوا نشوف بقى تقرير عن الازمه التي اشتدت، وايه اللي حصل امبارح في المسيره، وايه اللي حصل في الاحتجاجات، وما هي المطالب بصوره اوسع. جمعيون من اجل الاصلاح. جامعة مستقلة، عايزين حرية، عايزين ننتخب قيادتنا، دي من ضمن المطالب. عايزين نشتغل، احنا مش عارفين نشتغل في ظل هذه القيادات، القيادات يعني ضدنا على طول الوقت. عايزين نشتغل، عايزين نبتدي نبني مصر زي ما بيقولوا، عايزين ندور على عجلة الانتاج زي ما بيقولوا. احنا كشباب حاسين مش لاقيين المناخ كويس جدا ان احنا نشتغل فيه. اولا المرتبات ضعيفة جدا، لا ترقى ان احنا نشتغل، لا ترقى ان احنا نعمل ابحاث، ما ترقاش ان احنا نصرف على بيوتنا، ما ترقاش ان احنا نروح الجامعة اصلا، الوقف ده من الطلبة بتاعتنا. احنا هنا جايين كلنا ايد واحدة بنقول تطهير الجامعات. توعدنا ان قرارات القيادات الجامعيه في 31/7 ما حصلش، توعدنا بزياده المرتبات في من اول 1/7 وما حصلش، توعدنا باكتر من وعد، مفيش اي حاجه، الميزانيه زي ما هي، مفيش اي تغيير، قيادات نفس السلوك اللي قبل الثوره هو نفس السلوك اللي بعد الثوره. الاضراب منذ بدايه العام الدراسي عن دخول المحاضرات، وبعد كده ملاحقا نعمل الكنترولات ان شاء الله، لان مطالبنا حزمه واحده لابد من تنفيذها. وقفنا من يوم 16 ابريل و9/5 وعملنا مؤتمر بنها يوم 27/4، قدمنا مطالبنا كتير وطلعنا اتكلمنا كتير، وحاليا دكتور عصام عايز لجنه تطلع تقابله. الجموع اتفقت ان ما فيش حد هيطلع وان دكتور عصام يطلع يكلمنا، هو ابى انه ينزل، فحاليا هو الاضراب هو الحل ولا تفاوض. في حاله من الاستخفاف المتواصل من جانب رئيس الوزراء بمصالح اعضاء التدريس وبهم شخصيا، ولكن احنا كان نزولا على مصلحه اعضاء التدريس قلنا هنعرض هذه المطالب، وفي اليات محدده للتصعيد. اذا لم تتم الموافقه على مطالبنا حزمه واحده على طول الاضراب. تطور متوقع وناتج من التراخي الشديد وعدم الاحساس بالمسؤوليه وقيمه الجامعات المصريه. احنا في لقاء سابق مع وزير التعليم العالي من اكثر من 4 أشهر، ولا زالت نفس المطالب يتم ترددها في جميع لقاءاتنا مع وزير التعليم العالي او رئيس وزراء. تتغير الوزاره وتظل الوعود وعود زائفه. القيادات التي كانت تدير مصر، وخصوصا القيادات الجامعيه التي كانت تدير مصر قبل الثوره، هي التي افسدت الحياه الجامعيه، فلا ينبغي ان تستمر. احنا الاستاذ ده هو يعني ده الطب في المجتمع. هل يعقل ان احنا نعمل جيل واللي نتفق مع الاستاذ والدكتور عصام شرف ده استاذ جامعي اولا واخيرا يوصلنا لمرحله ان احنا ننزل في الشارع؟ دي اهانه كبيره جدا لعضوي التدريس، لكن هم اللي وصلونا لهذه المرحله. احنا المؤتمر النهارده كنا عاملينه في نادي اعضاء التدريس في القاهره، جامعه القاهره، لكن نتيجه لان احنا احساس فعلا ان في تسويف تسويف تسويف. بيجينا دلوقتي كل القيادات قاعده زي ما هي، يقول لك اه اللي موجودين اللي مش، طب وبعدين؟ طب ما اللي موجود قبل كده هو ده نفسه اللي عمل النظام اللي موجود قبل كده. دكتور عادل، قلت لي في الاول ليا تعليق على بعض الصور اللي ظهرت في التقرير. نعم. لو رجعنا بالصور تاني هنلاقي ان رجال الجيش المحترمين اللي ساندوا الثوره خارجين بالعصي في مواجهه اعضاء هيئه التدريس. هل ده منظر يليق بالجيش ولا يليق باعضاء هيئه التدريس؟ انا برجو من السيد المشير بعمل تحقيق فوري من اصدر هذا القرار انه يخرج ضباط الجيش او عساكر الجيش بالعصي في مواجهه اعضاء هيئه التدريس. انتقلوا من نادي اعضاء التدريس في المنيل الى مقر رئيس الوزراء بهدوء تام، بنظام تام، لم يتعطل المرور في شارع القصر العيني، وكانت المسيره فيها اكثر من 4000 عضو. فهل يجوز ان يخرج هؤلاء بالعصي لتأديب اساتذه الجامعه؟ بس ما حصلش اي حاجه. المظهر يا فندم بغض النظر، هو حصل بعض المشاحنات البسيطه، ولكن المظهر لا يليق. احنا مش
مش عمال يعني مش عايز، مع احترامي لكل الفئات، احنا عارفين مطالبنا شكلها ايه وعارفين مسيرتنا شكلها ايه. والخلل اللي حصل، الناس قعدت اكتر من ساعتين في الشمس لم يلتقوا بالسيد رئيس الوزراء. بعد كده عرفنا ان السيد رئيس الوزراء لم يخطر بان اعضاء هيئه التدريس موجودين تحت، وهو كان في اجتماع مع مجموعه النوبه عشان المشكله بتاعه النوبه. نحن نقدر ذلك، انما لما يكون مكتبه لم يبلغه ان في 4000 عضو هيئه تدريس موجودين في الشارع منذ ساعتين، وبالتالي لما هو بعد كده حب ينزل لهم الناس زالت ورفضت. ولكن الدكتور عصام شرف لنبل اخلاقه، وهو ابن استاذ جامعي وهو من اسره جامعيه كلها جامعيه، بعد ما عرف جاء الى نادي اعضاء هيئه تدريس جامعه القاهره والتقى باكثر من 150 عضو هيئه تدريس كانوا موجودين لسه في النادي، وطيب خاطرهم وتحدث معاهم واستمع الى مطالبهم. ولكن احنا بنرجع تاني، المشكله ان الحل لا في ايد الوزير ولا في ايد رئيس الوزراء، رغم ان الوزير متعاطف تماما ويتفق مع ما نطالب به، واعتقد ان رئيس الوزراء ايضا متفق مع ما نطالب به، ولكن السلطه العليا في البلد الان هي اللي لسه مش مقتنعه بما نقوله او ما سمعتوش من اهله، ولكنها اعتقد انها سمعت طرف اخر يحاول ان يحافظ على مصالحه ومصالحه الشخصيه ولا يهمه مصالح هذه البلد ومصلحه الجامعه من يعني مبدئيا يعني. طيب دكتور عادل، في راي بيقول لماذا لا تنتظرون حتى يتم اجراء الانتخابات لاختيار القيادات، خاصه انه بدا اتخاذ اجراءات الانتخابات بفتح باب الترشيح وما المنتظر انتهاء الانتخابات بصوره قريبه، ايه السبب؟ السبب ان احنا دايما في شهر 7 وشهر 8 هو ده مواعيد تعيين القيادات وانتهاء مدتها. انت عندك 40% من الجامعات خلصت مدتها. طب هتعمل ايه في ال 40% دول؟ هتعين. نحن نرفض التعيين. خلاص؟ خلاص، ولا زمن التعيين. وعملنا استفتاء بين الاساتذه 84% اختاروا الانتخاب. طب هتعمل انتخاب على المجموعه دي بس؟ طب المجالس هيبقى شكلها ايه؟ عندك مجلس كليه نص معين ونص منتخب. المعين عارف هو اتعين ازاي؟ والمنتخب جه عارف هو جه ازاي برضه؟ ازاي هيتعاونوا مع بعض؟ ازاي هيدار مجلس الكليه؟ لما اروح لمجلس الجامعه نفس القصه. النص معين والنص منتخب. لا يمكن هتتقدم الجامعه. نقطة تانية بقى لازم نعرف ان احنا بعد الثورة، وهذه الثورة خرج على رأسها الشباب ثم خرج الشعب وراء الشباب، وهؤلاء الشباب ضحوا بأكثر من 1000 من خيرة شبابهم. طيب الشباب جوه الجامعة هم اللي طلعوا التحرير وهم اللي اتضربوا وهم اللي اتقتل منهم ناس. هؤلاء رافضين استمرار هذه القيادات، الطلبة رافضين استمرار هذه القيادات. وفي العام اللي فات كان في اضرابات شامله في الجامعات، واعضاء هيئه التدريس بذلوا جهد غير عادي لفض الاعتصامات ولايقاف المظاهرات علشان نكمل الترم، لان الترم كان قرب يخلص. واحنا قدرنا نقنع الطلبه انهم يفضوا الاعتصامات وخلونا نشتغل السنه دي والسنه الجايه يحلها ربنا. واليوم يخرج بعض رؤساء الجامعات ويدعي ان هم اللي فضلوا الاعتصامات وهم اللي حافظوا على انتظام العام الجامعي. هم تعودوا على الكذب وما زالوا يكذبوا وبيصدقوا نفسهم. حركه استقلال جامعه عين شمس اقامت دعوه قضائيه امام محكمه القضاء الاداري لوقف اجراء الانتخابات التي وصفتها بانها تمثيليه هزليه. ازاي كده؟ وانتوا ازاي بتشوفوا الانتخابات كده؟ ولماذا هزليه رغم انكم بتطالبوا بان يتم اختيار القيادات الجامعيه بالانتخاب وليس بالتعيين؟ انا هقول لحضرتك المشكله فين. المشكله ان الاستفتاء نزل، انت عايز انتخاب ولا مش عايز انتخاب؟ الناس قالت عايزين انتخاب. ابتدت تنزل اللائحه التنفيذيه. قال لك ايه في اللائحه التنفيذيه؟ لابد في انتخاب العميد الحضور يكون 60% على الاقل، ثم بعد ساعه يبقى 40%. إذا ما حضرش 40% يعين العميد.
انتخابات رئيس الجامعة الحضور